الحقيقة موضوع تاني كمان، موضوع مهم وبنأكد عليه دايما، خاصة كمان ان احنا بقالنا فترة بنشيد وبنؤكد على أهمية وضرورة العمل التطوعي، وطول عمر شباب مصر سباقين في الموضوع ده، وشفناهم يعني في كتير من المشروعات مؤخرا، سواء مع التحالف الوطني الأهلي التنموي أو في مبادرات زي حياة كريمة فيها عشرات المتطوعين، آلاف المتطوعين، أو في مبادرة كمان مشروع تطوير الريف المصري، آلاف من المتطوعين، ودي عادة أبناء مصر. الحقيقة كمان تشجيعا للناس على فكرة العمل التطوري التطوعي، النهاردة المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة أعلن عن انتهاء البرنامج التدريبي الأول لطلاب الجامعات، واللي تم إطلاق الجزء الأول منه في 20 مايو حتى نهاية مايو، يعني دورة لمدة 10 أيام تقريبا، من خلالها بيساهموا في نشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته، وكمان بيحاولوا يدوا بعض المهارات المتعلقة بالقيادة وتنفيذ العمل والمهارات الشخصية أثناء طبعا الدورة دي، وهتفيد الطالب بشكل عام أو هتفيده في المشروعات اللي هو حابب أو ممكن يلتحق بيها. خلونا نشوف مع حضراتكم برضو البرنامج التدريبي الأول لمشروع حياة كريمة لتشجيع العمل المتطوعي، هنشوفه من خلال التقرير القادم. بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، قامت مؤسسة حياة كريمة ببدء المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على قيم التطوع، بهدف دمج الشباب في مبادرات حياة كريمة من خلال التوعية بأهداف المشروع القومي وجهود المؤسسة، واستخراج الأفكار والمبادرات الشبابية لتطبيقها على أرض الواقع بقرى حياة كريمة وبتنفيذ وإدارة شباب الجامعات. الجزء الأكبر اللي قايم عليه مؤسسة حياة كريمة هو الجزء بتاع المتطوعين، فكان الدور الأساسي إن احنا ندعم ونيجي إن احنا نوري الجزء ده للشباب عشان يكون عندهم الحافز إن هم يكونوا موجودين كمتطوعين لمؤسسة حياة كريمة. احنا النهاردة بنبدأ البرنامج التدريبي بتاعنا بورشة عمل عن حياة كريمة، وبنستقبل أفكار ومبادرات الطلاب اللي حابين يطبقوها على أرض الواقع في قرى حياة كريمة. في حكم عملنا في حياة كريمة طبعا احنا بنشتغل على ملفات كتيرة جدا وقطاعات كتيرة جدا، أهمها وأبرزها القطاع الإنساني والقطاع الطبي والبنية التحتية، بالإضافة إلى الجانب الآخر اللي هو الجانب التوعوي، وده اللي احنا فيه النهاردة. ما يقرب من 100 شاب وفتاة يشاركون بالمبادرة للاستفادة من البرنامج المقدم والمشاركة في تقديم مقترحاتهم لتتبناها المؤسسة وتنفذها، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة والمؤسسة بالشباب وبأفكارهم ومشاركتهم. موضوع كبير قوي، وطلع ان هو مش مقتصر بس على مساعدة الناس علاجيا، لا هو مساعدة من كل الناحية، وانه تطوير مصر نفسها. روح حلوة جدا وتبادل الأفكار جميلة جدا ما بيننا، والمؤسسة مساعدانا بالأفكار، أدونا برضو شوية أهداف كده نمشي عليها. تدعم الفقراء وبتدخل مياه للناس، بتخلي حياتهم أفضل فعلا. هي فعلا اسمها حياة كريمة، وهي اسمها على مسمى فعلا، هي بتخلي الحياة كريمة فعلا. كان في أفكار كتير طالعة من الشباب وأفكار لذيذة جدا حلوة جدا، إن شاء الله أتمنى حاجة في يوم يعني تتنفذ، لو مش شرط يعني المشروع بتاعي. يتم تدريب الطلاب على عدة مراحل تتضمن ورش عمل للتدريب على المهارات الحياتية المختلفة، بالإضافة إلى التدريب على مختلف المهارات والموضوعات الخاصة بالتطوع وإثراء فكر طلاب الجامعات بالمعارف والمعلومات التي يهتم بها الشأن العام.